مقابل هدف واحد، هدف قاتل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب عمار النمساوي، نعم تحديدا في الدقيقة 89 رغم النهضة البركانية أكمل المباراة بعشرة لاعبين. إذا انطلقت المباراة مشاهدينا الكرام، الجيش الملكي مشاهدينا الكرام تلعب الكرة رباطية يمشي لامين داكيتي، خطير هذا اللاعب، خطير هذا اللاعب، ممتاز ممتاز لامين داكيتي، فرصة 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 تسديد جول جول، فعل الرباطيون مبكرا، سجلوا مبكرا، الرباطيون احتاجوا لعشر دقائق ليفتتحوا باب التهديف، وبأي طريقة بأي طريقة، روعة روعة روعة، البحراوي فعلها، البحراوي هزم ناس أسنيتي، 1-0 للعاصمي، 1-0 للرباطي يا ناس، ويا جريدو تابع 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 يا جريدو، شوف شوف يا جريدو، امشي ليفواري، عبر ليفواري، البحراوي مر، البحراوي بتسديدة قوية، وجيبة من الشباك يا ناس، شوف ليفواري، شوف المرور، لامين داكيتي، الورق الرابح للفوس، البحراوي يدخل، البحراوي يعمل مراوغة من زاوية صعبة، بوم في الشباك، 1-0 للرباطين، 1-0 في العشر دقائق الأولى، في انتظار ردة فعل الرجاويين بعد هذا الهدف الجميل والجميل جدا يا البحراوي. البحراوي أول هدفه مع الرباطين، هذا القادم من نادي أولمبيك سفي. هجرة مجموعة من اللاعبين مشاهدي الكرام من اسف الحافظي تمشي مباشرة لرمية جانبية لفائدة فريق الرجاء الرياضي. ربع ساعة مرت مشاهدي الكرام، ربع ساعة مرت والنتيجة تغيرت قبل خمس دقائق، تلعب كرة هنا على جهتنا اليمنى، تسديدة بعيدة تماما، بعيدة، زكريا السليمة يدخل بالي وسط الميدان، تمشي مرة أخرى لعصام الراقي، يبدأ لدي الأجمع، تبدأ الكرة ورائعة، فرصة 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 رائعة 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 رائعة، هذه الجملة التكتيكية بين لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، بدأ عصام الراقي وصولا بمحمود بن حليب ومحسن ياجور، شوف هذا المثلث، شوف هذا المثلث على مشارف في منطقة جزاء، التسديدة بعد ذلك عصام الراقي حطها، تمويل من محمود بن حليب، أو رائعة 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 من نادي اتحاد طنجة، كل أسماء مميزة، ضيف على ذلك خبرة عمر النمساوي، بينما كرة رجوية، فرصة فرصة جول ياجور، أو ياجور يضيع قبل ذلك محمود بن حليب، ثاني أبرز كولة لفائدة فريق تادلة على الورق البراكنة في أفضل حال من أجل التأهل للدورة نصف النهائي، بينما لدينا كرة ملعوبة للامين داكيتي، لامين داكيتي، أو لامين داكيتي، هدف ثاني 3-3، ولكن منذ فترة أصبح يدخل ثلاث مدافعين في المحور، أكريتو خالص وكذلك أسمان ضو، هذا هو الثلاثي اللي شفناه كذلك في مباراة ديبي مازيمبي، بينما كرة رجوية، فرصة جول جول، فعل المبدع حذريف، سجل الفنان حذريف سريعة جدا، يزور الشباك الرباطية ويستيري انتفاضة في المدرجات الخاصة بالأنصار الرجاوية، هذا والرجاء يعود من جديد، حذري بطريقة رائعة، نعم سنشاهد الإعادة، سنشاهد الصورة لأحلى كورة ولأحلى لمسة من جانب زكريا حذريف، شوف صناعة اللعب، الحفيدي يرفع راسه، الحفيدي يرفع كورة، يا سلام على الكنترول بخارج القدم، نعم بدأت مع الراقي، مرت على المايسترو الحفيدي، شوف لاسيست للحفيدي، حطها له على المقاس وقال له هذه عندك في الشباك، هذه عندك في الشباك يا مسيف، جيبها من الشباك يا مسيف، الرجاء يعدل 1-1، تنطلق المباراة من جديد. هذا ما قلت مشاهدينا الكرام، مباراة تغري بالأهداف، مباراة تعل بالأهداف، والركراكي يتحصر على كرة ولقطة كان فيها دفاع الفتح الرباطي شرسا. إذا تتغير النتيجة مشاهدينا الكرام بسرعة في اتجاه لاعب شاكير، يتحرك حذريف، كرة عرضية، فكرة ممتازة، دائما
تمنيت. مشي للكرة ليلى جات لها اليسرى، هذا هو سعد، سعد يمن المراوغ والتسديدة مرة تالية. يوسف أنور نعم صاحب التسديدة الماضية، نعيش الوقت اللي بدل الضايع، قادم من الخلف لاعب سعد. الربع النهائي وهناك مباريات للثمن النهائي لم تنتهي بعد، طبعا اخر مباريات الثمن النهائي اليوم الرجاء والفتح، قبل ذلك الوطني من جانب المدربين، فهنا يعني مدرب عن مدرب الامر يفرق، مدرب عن مدرب الامر يفرق. هذه كره اماميه لفيدا فريق الرجاء الرياضي، مراوغه اولى، مراوغه ثانيه، فرصه جمال نادى، أي فنيات نادي الراجا، دقة دقة الراجا، الفراجة الراجا، المتعة الراجا، الأداء الراقي، وكان معاهم الراقي. هكذا هو الرجاء، هكذا هو الأخضر عندما يمتع، هكذا هو الأخضر عندما يبدع. هدف ولا في الخيال، هدف يعتبر من أجمل أهداف الرجاء. تيكي تاكا رجاوية ولا أروع، بلاي ستيشن رجاوي، انطلاقة من جبيرة، مرور من الأول، مرور من الثاني، تيجي في رجاوي، تيجي في رجاوي، حتى الأسمراني يجور 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 بالكاب حتى للحافظي، وجيبها من الشباك يا مسيف. الله على أداء الرجاء، الله على الفراجة، الله على هذا الهدف. الحافظي حتى في الزاوية البعيدة، هات يا ولد، هات يا ولد من الشباك. أي متعة نادي رجاء، سموه ما شئتم، هدف سينمائي، هدف عالمي بقدم ابن مدينة بلجعد، الحافظي اللي توج المجهود للثنائي جبيرة، وكذلك يا جور. غاريدو يخرج لاعب دوناس هجومية، ويدخل مدافع هو بدر بانون. معقول رجاء يلعب ثلاثة في المحور، فرصة فرصة، المطالبة بركلة جزاء، المطالبة بركلة جزاء، ونعم الإقرار من هشام التيازي بركلة جزاء. سنشاهد الإعادة، سنتابع الإعادة، هل فيها خطأ؟ هل فيها ركلة جزاء لفائدة فريق الفتح الرباطي؟ هل فيها تدخل؟ هل فيها لمسة يد؟ التيازي نعم كان عليه بعض التردد، ولكنه انتبه لإشارة الحكم المساعد، وبالتالي الإقرار بركلة جزاء لفائدة العاصمي الرباطي. بإمكان الفتح يعدل. هذه الإعادة مرة أخرى، هنا اللقطة الماضية ولا تدخل، الحكم هنا يشير إلى وجود ركلة جزاء في هذه الإعادة. لامين دياكيتي وجها لوجه، أوه كان فيها مسك، أوه هنا كان فيها مسك من جانب أنس. عموما ركلة جزاء لفائدة الفتح الرباطي، أن يبقى واقف على الخط، لأنه يعني انتبه خروج لإليس السنيتي. بدر بولرود، 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 أوه أنس يفعلها، أنس السنيتي يتصدى لكرة بدر بولرود لتبقى النتيجة على حال يدي العادة مشددا. تصدي رائع من انس السيتي، شوف الإعادة، قراءة مميزة من انس، يمشي للجهة اليمنى بالفعل، يقرأ التحرك لبدر بوليرود، وبالتالي يبقي الأفضلية رجاوية بهدف اللاعب عبد الإله الحافظي. إطلاق التحية والتهنئة من المدافع على وسط جهة اليميق لما ما بيديه الحافظي، حول المرور الحافظي، ممتازة 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 ممتازة. أمسيف نعم، أمسيف هنا يتدخل في نهاية المطاف، ترجع رباطية، ترجع رباطية، فرصة 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 فرصة، ضيع ضيع، لأن هناك المدافع الأمين جواد اليميق يخرج إلى ركنية أجمى بأجمى. أمسيف دور المدافع المتأخر، تايمين كان ممتاز من أمسيف، شوف البينية الرائعة، شوف البينية الرائعة، أوه أمسيف نعم، أمسيف أمام محمود بنشي يوسف، الكرة على الجهة اليسرى، في بعض الأحيان شيء تسرع واضح من لاعبي فريق الفتح الرباطي، هذه كرة عرضية لكن في متناول أنس، أوه
أناس يا أناس. هذه الكرة في متناولك والحكم يقول هناك ركلة حرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي.